ما شاء الله الله اكبر. يعني احنا بنحاول نستفيد من علم حضرتك باكتر يعني وقت أسألك. ممكن هنرجع بقى لرونالدو منتاليتي. اوكي كل ده كنا بنتكلم في النقطه الاولى وتشعبنا في لا ما في احنا تشعبنا جوه الموضوع جوه الملعب ما جوه الموضوع لا انا بتكلم بقى حضرتك قلت الاول او نقطة. لا اهتم النقطه الاولى لا اهتم بالناس عليها وما عليها ايه. اوكي دي نقطه منتهى الخطوره. اوكي انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا ولادي بيقعوا في دي. يعني بص قد ايه حضرتك يعني شوف انا بسمع حضرتك انا ولادي بيقعوا في الحته دي صحيح ان هو انا فلان قال عليا ده المدرب مدح فيها النهارده لا لا لا. طيب نخش على النقطه الثانيه اللي خلت رونالدو النهارده في المقدمه او ما شبه رونالدو بقى من كل الناجحين دول. تمام ايه النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه ان هو ليس هناك قمه واحده في الحياه، هناك قمم مختلفه لا تكتفي ابدا بقمه واحده. يبقى لازم انا حتى لو انا اعلى حاجه في اعلى حاجه دور على قمه جديده القران بيتكلم عليها. ربنا سبحانه يقول ايه؟ فاذا فرغت فانصب صدق الله والى ربك فارغب. طول الوقت خلص قمه تدخل على القمه اللي بعدها، خلص قمه ما توقفش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ يقول اذا قامت القيامه وبيد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. طب يا رب القيامه قامت صحيح مالكش دعوه انت بقى، انت عندك قمم ثانيه مش خلصت القمه؟ خش على القمه اللي بعدها. طب والقيامه هتقوم مالكش دعوه، حياتك تبقى كلها كده ارتقاء بين القمم. لكن فكره ان انا حلو كده اقول لك بص انا راضي عن نفسي كده، اقول لك تعال انت راضي واقع ولا موقع؟ راضي واقع اللي احنا قلنا عليها ان انت كده انتهيت. لا راضي واقع راضي واقع هسقف لك راضي لكن مش هتعرف تعمل حاجه هنا بالزبط. لكن راضي موقع اقول لك تعال اشد ودنك لازم راضي ليه ليه كمل في قمم عندك اخرى وانت ما زلت صغير في السن وعندك طاقه. خلينا نقول النقطه الثانيه ما فيش قمه واحده قمم خلينا القمم. بقى نبسط اكتر ننزل بقى الليفل ما هو ممكن يكون حد مش فاهمنا من الاطفال الصغيرين او قمه مثلا انا لاعب وصلت بقيت افضل لعيب في المركز ده في فرقتي تمام دي قمه كويس القمه الثانيه سهل مان اوف ذا ماتش سهله سهل اهي. طب ايه القمه الثانيه ممكن تنقلها لو انا هنا كده الماتش اللي جاي مان اوف ذا ماتش برضه ومان اوف المنتخب وكاس العالم واحتراف بره دي كلها قمم مفيش حاجه اسمها انا اخري هنا والترانسفير محتاج مجهود وشغل القمه الجديده انا هستثمر فيها المهارات والخبرات اللي خدتها من القمه اللي فاتت. ما هو القمه اللي فاتت دي اديتني خبرات مش موجوده عند الباقيين بدينا وصلت للقمه ولا كنت اوصل للقمه فهاخد بقى مجموعه الخبرات دي تساعدني اروح بيها اروح على القمه الثانيه اروح على القمه الثانيه اعمل فرق اكبر بين الناس اللي لسه ما طلعتش القمه الاولى كويس فبقى انا عندي خبرات قمه. يقول لك يعني ايه نبدا من الصفر؟ ما فيش حاجه اسمها نبدا من الصفر لا انا ببدا من صفر زائد الخبره تاني واحد دخل مشروع بروجكت كبير براس مال كبير خسر كل فلوسه يقول لك ايه حرام يا مسكين هيبدا من الصفر لا غلط خالص هو هيبدا من صفر فلوس زائد الخبره اللي خدها من التجربه اللي فاتت لا انت ما هتخش في خبره جديده طبعا خبرة عندي خبره موجوده اللي فاتت دي اوعى تلغيها من حياتك. فالماتش اللي احنا خسرناه لا ده ماتش فيه خبره كبيره جدا وانا خسرت ليه؟ الناس اللي بتخسر وتروح دي لا دي لسه بعيد عن الموضوع بتاعنا الاحترافي لو لازم لما يخسر هيقف عند الخساره. عشان كده كارلوس كيروش حط الحقيقه مبدا جميل جدا جدا عن لعيبه المنتخب نتفق او نختلف على الراجل نفسه كروش على كروش بس المبدا بقى قال لك ايه؟ قال لك احنا المباريات بتاعتنا اما فوز واما تعلم. احنا بالنسبه لنا المبدا بتاعنا ايه؟ الرياضه ايه؟ مكسب وخساره لا قال لك لا الرياضه مكسب وتعلم فشال كلمه حلو. الخساره حلوه فمن اول هنا اللعيبه لازم بدري جدا يتربوا انت ساعتها المبدأ مش هتخسر لا ومش هتخسر مش هتزعل انت خسرت ايوه خلاص ما انا مش هتعلم انت كسبت بالظبط انت اتعلمت خبره انا كنت كسبان انا مش هتكسب تاني ايوه ليه خسرت؟ انا ليه دخل فيا جون في الاول؟ انا ليه ما قدرتش احافظ على المكسب بتاعي؟ فيبقى طول الوقت حتى المباريات اللي انا عامل فيها يقول لك كابتن هيثم الفوز ما يعلمش كتير الفوز ما بيعلمش كتير كله بيحتفل بالفوز الخساره بتعلم توجعك اوعى تعتبر ان خساره مباراه او بطوله دي حاجة وحشة لا لا خالص دي هتساعدك جدا ان ده ما يتكررش مرة تانية.